قلت لجلالك سلطان احمد خياراته محدوده، ماذا يفعل يعني؟ اما ان يدخل حرب مع ايران، يعني هو جرب موضوع حتى موضوع العقوبات، هو علق عليها بايدن قبل اسبوع تقريبا في احدى حواراته، وقال انه اثبتت استراتيجيه ترامب فشلا مع ايران. يعني العقوبات التي فرضت، العقوبات النفطيه على سبيل المثال، اخر تقارير استاذ احمد، ايران في بدايه العقوبات كانت تنتج تقريبا 3 مليون ونصف برميل، ثم بعد اشهر من العقوبات ترامب يعني انحدر مستوى الانتاج الضخم الى مستوى قليل، وصل الى 300 الف برميل الى يمكن 187 برميل. في هذه السنه بمجرد وصول بايدن، ايران قرابه يعني 1,700,000 برميل تصدر الى الصين. يعني الثروه النفطيه تبيع ايران الى الصين بسعر بخس جدا، لكي يستمر ضخ النفط ولكي تؤثر على يعني هذا سوق المنافسه الامريكي الصيني المتعلق بالتجاره والبضائع. فبايدن كان يقول يعني كل العقوبات التي فرضها ترامب على ايران تحولت الى منافع للصين، فماذا كسبنا نحن؟ بمعنى انه لا زالت يعني هذه الرؤيه الغير متوحده بين القيادات الجمهوريه والديمقراطيه. استاذ احمد، اعتقد انه ايران كانت شاطره جدا باللعب على هذه الثنائيه ولذلك لم تنفع. فبايدن هو رجل حلول وليس رجل حرب، لا يمتلك الا ان يحاول مع ايران. هذا هو، هذا طيب.